افتتح الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية جامع أحمد بن الشيخ عبد الرحمن المهزع في منطقة الحجيات بالمحافظة الجنوبية بحضور عدد من أصحاب السعادة وكبار الشخصيات والمتبرع الكريم وعدد من أفراد عائلة المهزع. نعم، أعرب رئيس مجلس الأوقاف السنية في كلمته عن مضي إدارة الأوقاف السنية في إعمار مشاريع دور العبادة في مملكة البحرين والعناية بها وفتح المجال للمتبرعين للمشاركة في بنائه، مشيدا بدعم جلالة الملك المعظم اللامحدود ومساندته لبناء المساجد ودور العبادة والقيام عليها ومتابعتها وصيانتها. يذكر بأن جامع أحمد بن الشيخ عبد الرحمن المهزع يحتوي على مصلى للرجال ومصلى للنساء يتسع لحوالي 1000 مصل، إضافة إلى صلاتين للمناسبات ومركز لتعليم القرآن الكريم. كان لي الشرف الكبير أن أكون من الداعمين لعمل هذا الجامع لوالدي رحمه الله أحمد بن الشيخ عبد الرحمن المهزع، نسأل الله القبول إن شاء الله. هذا اليوم يوم سعيد لي ولأسرة آل مهزع الكرام ولأهل المنطقة الموجودة منطقة البحيرة. نتمنى أن يكون هذا الجامع صرح يتجمع فيه أهل المنطقة في الخير والبركة والسلم، وتكون منارة للإسلام.